السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبدالله اسمي شمر. اليوم راح نتكلم على ثلاجة 28 قدم من شركة هايسنس موديل RF6079. هذه ثلاجة حجم 28 قدم ستانلس ستيل مع براد موجود بها، ثلاجة مع مجمدة، هذا المجرد جو مجمدة وهذا الباب الفوق هو ثلاجة. نحكي لكم على الشكل الخارجي للشاشة. الشكل الخارجي كله ستانلس ستيل، طبعا الثلاجة بها براد، أزرار ما نتحكم بها عن طريق التاتش. الثلاجة تحتوي النظام الانفيرتر، حجم الثلاجة 667 لتر، الحجم الداخلي مالتها حجم علاب، بالإضافة إلى رفوف موجود فيها عدد اثنين تقدر أنت تخليها بالمكان اللي يعجبك. داخل الثلاجة مثل ما تلاحظون هذا داخل كلش كبير، رفيا بيها مع نظام الملتي اير فلاور. هذا النظام هو نظام بخاخ هواء مع نظام فريز داخلي يعطيك تبريد كلش قوي. الرفوف الاثنين موجوده بيها وهذني الحافتين، المواد الجافه، مواد الالياف، المواد الالياف فيها مثل اللحم، المواد الجافه هي الخضروات، بالاضافه الى حافظه ثابته تقدر تتحكم بدرجه برودتها، تقدر تخليها صفر، تقدر تخليها سالب ثلاثة، تقدر تخليها سالب خمسة. هذه الطبقة الفوق كمان ثلاجة، كمان سنة كاملة وخدمات ما بعد البيع 3 سنوات، يعني ضمانها 3 سنوات. هذه الشكل الخارجي مال الثلاجة، هذا برا مثل ما قلنا لكم قرب الكاميرا. طبعا هذه الباب الجو مالتها بحجم 240 لتر، حجم كلش عملاق، وهذا يشتغل شغل مجمده كذلك برفوف عدد اثنين وبمجرات منها عدد اثنين، حجم كلش كبير للتخزين الداخلي للثلاجه. طبعا سعر الثلاجه اعزائي 825 دولار. بنهايه الفيديو لا تنسون اللايك والسبسكرايب والاشتراك بالقناه. حياكم الله والف هلا بكم. Remember not to get too close to stars.